أعتقد إنه ده ممكن تطبيقه النظرية، يعني النظرية العامة اللي هي الصفقة ما يمكنش تطبيقها بهذا الشكل. الصفقة يجب أن تكون عادلة، الصفقة ما يمكنش تكون لصالح طرف واحد ويراد من الكل أن يتقبله. الحقيقة الكل معارض، الأغلبية معارضة، قد يكون هناك هذه الدولة أو تلك بتعارض وإنما ما بين الكواليس بتؤيد، هذه لا حساب لها، لأنه الحقيقة أن اللي بيعارض هو الناس، الرأي العام، المواطنين شايفين إذا هناك ظلم فادح. ولذلك أنا بتصور أنه حكون من الصعب إقناع الرأي العام، إقناع الناس، إقناع المواطنين بصحة نظرية هذه الصفقة.